لا راح نعاود كامل الفكرة اللي قلناها دركا في طريقة تحديد طبيعة الحركة. إذا نقول له البيان عبارة عن مستقيم معادلته من الشكل، اكتبوها مباشرة، في يساوي آتي، وبالتالي التسارع ثابت. هذه كي نقولوا احنا التسارع ثابت معناتها حركة منتظمة، هذا واش نقصدوا به؟ تسارع ثابت يعني حركة مستقيمة متغيرة بانتظام، هذا ببساطة. الآن كيف نعرف متسارعة من متباطئة؟ قلنا واش ندير؟ و أ يا أخي شوفوا هنا، أنا كاتبين في تساوي أ في تي، مانيش كاتبين ناقص مثلا ولا، لأن المستقيم كما نقول دائما المستقيم كيكون طالع الميل تاعه يكون موجب، وكيكون هابط كما هكذا الميل تاعه يكون سالب. إذا هنا مباشرة نقول و أ أكبر من الصفر و في كذلك أكبر من الصفر. أخي فهمتكم؟ هذه نديروا الإسقاطات فقط على محور التراتيب، تلاحظوا بلي أنها تتغير من صفر إلى 8، وبالتالي في أكبر من صفر، أي ضربهما أكبر من صفر. هذه وش معناتها؟ معناتها متسارعة، ولقيناها أصغر من الصفر نقولوا متباطئة. إذا باختصار طبيعة الحركة، ومن الحركة مستقيمة، هذه مستقيمة كيفاش لقيناها؟ لقيناها انطلاقا من المسار، وعطاني في التمرين ها هي مستقيمة متسارعة بنتين. واضح؟ نعم. الآن نمشيو يعني للطرف بيسي، الجزء بيسي، حركة مستقيمة منتظمة، تقول له نفس الشيء. تسارع معدوم، أيوه، تقول له البيان عبارة عن خط مستقيم معادلته واش؟ في تساوي، بما أنه ثابت يا أخي، هذا هو ثابت، وكندير له إسقاط يعطيني 8، إذا في تساوي 8، هذا هو المستقيم الأفقي، نرسمه كما هذا. واش معناتها في تساوي 8 يا أخي؟ واش فهمتكم؟ فهمتكم أن أي مستقيم يكتب من الشكل A، يعني في الرياضيات Y يساوي AX زائد B، هكذا. لاحظوا معايا دوك، هذا نقدروا نكتبوا هذا الشكل زائد صفر في تي، نقدروا ولا ما نقدروش؟ هل الكتابة عندي صحيحة ولا ما عنديش صحيحة؟ صحيحة. صحيح. إذا واش نستنتجو؟ أي التسارع واش به؟ معدوم معدوم، والسرعة ثابتة. طيب كي يكون التسارع معدوم نستنتج أن السرعة ثابتة، أي السرعة ثابتة، ومنه طبيعة الحركة حركة مستقيمة، ودائما نجمعها لازم تقولوا هذه مستقيمة على حساب المسار نتاعي، قلنا حركة مستقيمة منتظمة. واضح في تحديد طبيعة؟ صحيح، بدينا الكونيكسيون. واضح فيما يخص تحديد طبيعة الحركة بالنسبة للجزئين؟ نكمل؟ نعم أستاذ. نكمل الآن، هذه نورمالمون تفهموها مباشرة. أستاذ دائما في طبيعة تحديد طبيعة الحركة نحدوها للجزئين. بيان سير، لأن هنا الجزئين عندهم حركات مختلفة، ونعرفوها قلت لكم انطلاقا من البيان. بون كيلر يقول لي عاود، شوفوا ببساطة يا جماعة باش ما نكثروش الهضرة، كي تشوفوا مستقيم، ياك مستقيم كيما هذا، خيره مستقيم يمر بالمبدأ، تخيلوا معي ما راهش يمر بالمبدأ، مثلا هذا الشكل هذا،
نقول لها مباشرة عبارة عن خط مستقيم معادلة من شكل في تساوي التسارع في الزمن زائد السرعة، هذه نسميها السرعة الابتدائية مثلا، نسميها في زائد كما هذا. وقتاش يكون تظن كيف باش التسمير ديال البيان؟ يعطيك صح، خاطش علاش؟ كي يكون عندي خط مستقيم لازم هذا يكون ثابت، وكان ما يكونش عندي التسارع ثابت اجمع رياضيا راه ما يخرجليش المنحنى عبارة عن مستقيم، يخرج لي بهذا الشكل هذا. يكون عندي التسارع يتغير، يخرج كما راه بالأحمر. وبما أن التسارع ثابت، خرج لي الميل بما أنه ثابت، يخرج عبارة عن مستقيم. إذا تقولوا له كما هذا، سيبو كي استنتجت أن التسارع ثابت، و أ في في أكبر من الصفر، إذا حركة مستقيمة متسارعة بانتظام. شوف نعطيكم مثال آخر على السريع باش تفهموني واش راني. تخيلوا معايا الحركة كانت كما هذا، راح نرسمكم هكذا بالأحمر. انتم واش تقولوا له؟ هذا عبارة اللي راه بالأحمر عبارة عن خط، عبارة عن البيان عبارة عن خط مستقيم لا يمر بالمبدأ معادلته من الشكل في تساوي آتي زائد في زيرو، حيث توضحوا له أن التسارع سالب في هذه الحالة هذه. علاش؟ لأنه مستقيم وهابط. صحيح؟ واش نستنتج؟ و في أكبر من الصفر، علاش قلت لكم في أكبر من الصفر؟ لاحظوا كي نديروا الإسقاطات دائما تعطيني قيم موجبة، يعني لا فيتاس هذه راح تتغير يعني من 8 وتهبط حتى لصفر. لاحظوا معايا، أيوه، بما أن التسارع ثابت والضرب تحادو أصغر، يعني أ في في أصغر من الصفر، هنا واش نقولوا؟ نقولوا حركة مستقيمة متباطئة بانتظام. كيف لقينا هذيك بانتظام؟ لأن التسارع ثابت. كيف لقينا متباطئة؟ ضربنا أ في في لقيناها أصغر من الصفر. واضح؟ نعم. صح. إذا استنتاج المسافة المقطوعة. إذا المسافة المقطوعة. يا أخي فهمتكم، دائما كي يكون عندي أستاذ، بيان. نعم. نقدر نديرو من البيان ديريكتومون بلا ما نحسبو التسارع؟ لا أصلا هو هاو السؤال قال لك استنتج بيان طبيعة الحركة والتسارع. سيبون حسبنا التسارع، ها هو التسارع وهو التسارع. أما أسهل طريقة، شوفوا أسهل طريقة لحساب المسافة المقطوعة ويكون عندك بيان هي حساب المساحات ببساطة. إذا نروح نحسبوا المساحات، يا أخي قلنا هذه A، هنا ال B، وهنا S. مباشرة RC يساوي مساحة المثلث، مساحة المثلث تجمعها هي القاعدة في الارتفاع على 2. نحسبها الطول هذا اللي هو عبارة عن ارتفاع، يخير يتغير ما بين 0 إلى غاية 8. 8 ناقص 0، إذا الارتفاع نتاعي هو 8. أما الطول يخير واش قلنا قبيلة؟ قلنا هي يخير هنا 16. 16 ناقص 0 هي 16 مقسومة على 2 زائد مساحة المستطيل. مساحة المستطيل هي الطول في العرض، ديجا رانا حاسبين الطول هذا يا أخي قلنا 8، العرض نتاعي هذا كيف نحسبه؟ نديرو الإسقاط هنايا، 16 20 24، يا أخي هنايا هذه النقطة تعطيكم في 24 سو، أنتم دائما ديروا الفرق، 24 ناقص 16 اللي هي 8. إذا واش راح تعطيني؟ 16 على 2 8، 8 في 8 64، 64 زائد 64 على 100 128 متر. واضح؟ نعم واضح. أستاذ ما كاينش طريقة أخرى نحسبوا بها المسافة، كاين؟ لازم نحسبوا لا لا المساحة. كاين، من كان أربع طرق. تحبوا نوضحهم لكم دوكا؟ ماشي مشكل. أستاذ تقدر تقولهم لنا؟ هي ماشي مشكل، ثلاث طرق على ما أظن، ثلاثة. هي كاين الطريقة البيانية، محذوفية الزمن معادلة الزمنية. باب المعادلة الزمنية ونقدره، شوف وأيضا باب المعادلة الزمنية. مبدأ انحفاض الطاقة. يعني عندي أربع، نبدأ أولا نحسبه
بالمعادلات الزمنية. انتم يا جماعة الخير بالمعادلة الزمنية كي نحبوا نكتبوا هنا المعادلة الزمنية مباشرة، لأن انتم ما قلتوش التكامل، تقولوا لها كما هكذا A يساوي دي في على دي تي بالتكامل. انتم حفظوا هذا في كما معادلة المستقيم هكذا. أتي مربع زائد في زيرو في تي زائد لا لا، هذا في فيما يخص في، أما فيما يخص في تساوي دي على دي تي قولي هكذا بالتكامل وتحفظوها اكس يساوي نصف اتي مربع زائد في زيرو تي زائد اكس زائد. ثم هذا واش لازم تحفظوا، هذا هما المعادلات الزمنية. الآن نحكموا المعادلة الزمنية، احنا نحتاجو تاع إكس، يعني حاب نحسب المسافة المقطوعة. إذا إكس يساوي نصف، هنا واش هي يا جماعة الخير؟ هنا التسارع راه يتغير، لاحظوا معي أنه التسارع من ذاك راه يتغير، يعني من كل جزء لازمني ندير له معادلة زمنية وحدة. علاش قلت لكم تاع المسافة هي السهلة؟ إذا راح نبداو بالجزء أبي، يعني نديرو التسارع أبي تي مربع يا أخي في زيرو، كي ديرو هنايا في زيرو يعني هنايا في زيرو زيرو، إذا هذه راح تروح في زيرو، وإكس زيرو نعتبر أن هذه النقطة هذه هي المبدأ إكس زيرو، واضح؟ إذا في الحالة هذه كي نكونوا في الجزء أبي هذه تروح بالزيرو، إذا تبقى لي هذه مباشرة. يا أخي راكو عاقلين، حنايا في الجزء هذا لقينا 64 متر، لازمنا دركا نلقاو 64 متر. إذا نعطيو نصف يا أخي الأ حسبنا اللي هو 0.5، هذه تي واش تمثل؟ تمثل المسافة المقطوعة في الجزء أبي، يعني الزمن اللازم لقطع المسافة أبي. كيف نديرو؟ هاي المسافة هاي أبي، كيف نعرفوا المسافة المقطوعة؟ نديرو الإسقاطات نتاعنا، وهي دائما النهاية ناقص البداية. إذا هنا يا أخي قلنا 16 و16 ناقص 0 اللي هي 16، إذا هذه 16 سكوند هي المسافة المقطوعة ما بين الجزئين هاي، ما نساوش مربع. في ميزكم هذه شحال تساوي؟ بالآلة حاسبة ولا نحسبوها بالآلة حاسبة؟ 64 64 اش علاش؟ لأن 0.5 هي نفسها نصف، و16 مربع هي 16 في 16، إذا 16 على نصف 8، و16 على نصف الآخر 8، 8 في 8 64 متر. شفتوا؟ علاش الطريقة الأولى سهلة؟ هاي 64. نشوفوا كيف نحسبوا عاود في الجزء الآخر؟ نفس المبدأ. ممكن هنايا نسميو هذه إكس أ بي، باش دينا سهل. الآن إكس بي سي، نفس المبدأ. راح نعاود نكتب كامل، هاي بي سي تي مربع زائد، هنا يا جماعه الخير ما نوليوش نسميوها في زيرو. هذه في زيرو واش نقصدوا بها؟ نقصدوا بها السرعه عند بدايه المسار. اذا نورمالمون هنا في الاصل كنا نكتبوا في ا احسن. اذا هنا واش لازمني نكتب؟ شكون يقول لي واش لازمني نكتب؟ واش هي في بي في بي في بي تي زائد، والاكس هنا واش لازمني نكتب؟ هما مو لازم نكتب اكس بي. علاش راني نكتب بي وبي؟ لانني نخدم راني نخدم في المسار بي سي، والبدايه نتاعها هي النقطه بي، واضح؟ الان يا اخي التسارع ا بي سي شحال قلنا؟ يا اخي قلنا زيرو، اذا هذه راح تروح لي بالصفر، هذا كامل راح يروح لي بالزيرو، تولي تساوي في بي. يا اخي في بي ندير الاسقاط هذا، هذه يا اخي قلنا 8 في هذه تي واش تمثل؟ مثل المدة الزمنية اللازمة لقطع المسار بي سي، إذا لازمني هذا هو تي اللي رانا تي بي سي، إذا هذه 16 وقلنا شحال هذه؟ قلنا 24، إذا لازمنا قلنا دائما تنقصوا ما تديوش 24، أنا نحتاج فقط هذا اللي راني نديره باللون الأحمر، إذا 24 ناقص 16 اللي هي 8 زائد إكس بي. هاي هنا كيفاش نعرفوا إكس بي؟ نفسها زيرو خشعه هي عند المستوي، كيف انا في الافقي ارتفاع هذيك الاكس والارتفاع تولي زيرو.
لا لا، مش قضية. ممكن هنا تهدي نديوها زيرو. علاش؟ لأنه ممكن نعتبره هذا راه وحدة، نعتبره مسار وحدة، ونفرضوا باللي هذه هي البداية. لأن علاش حنا رانا حابين نحسبوا إكس بيس، يعني رانا نفرضوا غير هذا المسار هذا. تخيلوا معي أن عندكم هذا المسار اللي هو بي سي، وش هي هنايا؟ ما عنديش السرعة، عندي سرعة ابتدائية اللي هي في بي. إذا نفرضوا باللي هذا هنايا إكس زد، واضح؟ إذا مباشرة نروحوا على الزيرو، إذا في الأخير راح نتحصل على 64 متر كما قبيلة. نجمعوهم مع بعض ونلقاو 128. ندير لكم الطريقة الثانية الثالثة، والطريقة الثانية جماعة الخير عفوا تاع مبدأ انحفاض الطاقة، نخليوها حتى الحصة أخرى إن شاء الله. بون، الآن لازم نعرفوا واش هي محذوفية الزمن. محذوفية الزمن يا جماعة الخير ببساطة أنك تحكم المعادلة الزمنية للسرعة في تساوي أتي زائد في زيرو، وتحكم فاصلة المتحرك، يعني المعادلة الزمنية لفاصلة المتحرك، واش نديرو؟ نخرجو تي منا، تي منا واش تساوي؟ نديو في زيرو للطرف الآخر، راح تولي لكم في ناقص في زيرو، ناقص في زيرو ونقسم على طلعة. واحد. واش نديرو؟ هذه نروحو نعوضوها في مكان تي. التي كي راح نعوضو في مكان تي، راح تولي لنا بهذا الشكل. هذا إكس يساوي نصف أ تي مربع زائد في زيرو في تي زائد إكس زد. وتي قلنا من المعادلة الزمنية لقيناها أنها في ناقص في زيرو على قلنا واش على. ممكن حنايا ديجا المعادلة الزمنية نديروها ما بين فاصلتين، ممكن نسميوها هذه بي أ، غادي نسميوها هنايا بي أ، ماشي مشكل. لأن المعادلة الزمنية يا جماعة باش نفهموها يا جماعة الخير، محذوفية الزمن وقتاش تصلح؟ تصلح لما تكون عندي ما بين نقطتين وتسارع ثابت بيناتهم. هذا واش تصلح؟ محذوفية الزمن تصلح لما يكون عندي مسافة مقطوعة، يعني حركة منتظمة. واضح؟ هذا باش ما نغلطوش رواحنا، يعني ممكن نسميو بي على. إذا في الأخير بون، هاد إكس أن ديو هاد الطرف الآخر تولي لي إكس بي ناقص إكس أ نصف أ. هاي هنا واش راح تولي لي؟ ندخلو المربع، نبديو بالكسر نتاعي، راح يولي لك أ مربع، وهذه راها جداء الشهير رقم 2 في بي ناقص في أ. قلنا تولي لي في بي مربع ناقص بي أ مربع. ايوه في بي مربع ناقص 2 في أ في بي زائد في أ مربع زائد. ننشر، نخليو هذيك الأ وننشرو، هذه في أ، في أ في في بي ناقص في أ في في أ في أ مربع. دوك نقول لكم في التالي واش لازم نتوما تحفظوا. إذا أ هذه تختزل مع الأ هذه، ولاحظوا معايا هنايا المقام تاعي. دوك أنا عندي نصف أ، إذا هذا النصف كي ندخلوه تولي لي هنا 2 أ. إذا حتى نقدروا نجمعوا هذه الكسرة لازم يكون عندهم نفس المقام. إذا نضربوا هنا في اثنان، وهنا لازمنا كذلك نضربوا في اثنان. لو تحبوا ديروا أقواس، أنا ضربت مباشرة في اثنان. دائما كي تكون عندي جمع وطرح لازم كامل تضربوا، ولا تخدموا بالأقواس. إذا نزيدوا نطلعوا هكذا، عندي إكس بي ناقص إكس أ يساوي كسر كبير، عندي 2 أ. لاحظوا معايا هنا عندي ناقص 2 في أ في بي، وهنا عندي زائد 2 في أ في بي. إذا هذه راح تختزل مع هذه، مش هتبقى تبقى لي في بي مربع. ولاحظوا معي هنايا زائد في أ مربع ناقص 2 في أ مربع تعطيكم ناقص في أ مربع. إذا أنتم في الأخير يا جماعة الخير واش لازم تحفظوا؟ تحفظوا أنه لما تكون عندي في جزء أو مسار
مقطوع ما بين نقطتين بيكون فيها تسارع ثابت، محذوفية الزمن هذه واش تقول؟ يقول لكم السرعة النهائية مربع، إذا سمينا هذه أو بي، السرعة النهائية مربع ناقص السرعة الابتدائية مربع يساوي 2 في التسارع الثابت هذا في إكس بي ناقص إكس أ، أو مباشرة نسميوها أ بي، لأن أ بي هي نفسها إكس بي ناقص إكس. نروحو شو نطبقوها في المثال تاعنا، نرجعو هنايا المثال تاعنا نحيو هذا هنا. إذا نبداو بالجزء أ بي، إذا راح تعطيكم في بي مربع ناقص بي أ مربع يساوي 2 أ بي. إحنا حابين نحسبو 2 أ في أ، إحنا رانا حابين نحسبو أ بي، إذا أ بي واش يساوي؟ كسر في بي مربع ناقص في أ مربع مقسومة على 2 أ. يخي في بي كي نديرو الإسقاط هاي النقطة بي كي نديرو الإسقاط هاي يخي تعطينا 8 مربع، و في أ مربع هاي في أ مربع الإسقاط تعطيكم 0. 2 يخي التسارع ديجا كنا حاسبينه، وهذا هو شرط آخر باش نقدروا نحسبوا بمحذوفية الزمن، لازم يكون عندك معلومات بزاف، وأيضا لازم يكون عندك التسارع اللي هو 0.5. يا أخي 2 في 0.5 هي 1، تبقى لنا فقط 8 مربع، و 8 مربع هي 64 متر. إذا لقينا أنه AB 64 متر، نروحوا نطبقوها في الجزء الثاني. الجزء الزوجة التسارع يكون معدوم، منطق شنو نديرها؟ نعم. في الجزء الثاني من البي سي التسارع يكون معدوم، منطق شنو نطبقوا عليها؟ صح، لأنه أصلا في بي هذا هو عوك الشرط الثالث، لازم التسارع يكون، التسارع يكون ما يكونش معدوم، هذا هو المشكل نتاعها عاود. محذوفية الزمن نخدمو غير في الحركة المستقيمة والمتغيرة، أيوا يعطيك صح، لا مش متغيرة، يعني إما متسارعة، يعني واه متغيرة، عندك صحيح، متغيرة بانتظام، يعطيك صح، هذه هي باختصار. ما نقدرش نخدمو بها في المنتظر. وزيد عاودك هنايا ما نقدرش نخدم بها مباشرة يا جماعة، ماشي واحد يجي يقول لي مثلا نطبق محذوفية الزمن مباشرة، يعني يقول لي كيما هكذا في سي، يعني ما بين نقطة أ و سي. لاحظوا معي، كون يدير واحد كيما هكذا. سوا زيرو. هنا سؤال يطرح، واش من تسارع ندي؟ واش ندي التسارع تاع جزء أ بي، ولا ندي التسارع تاع جزء بي سي؟ ولا السيد اللي راه يكتب هاد الامور راه غلط، واش هو الاحتمال؟ غلط في الكتب. يعطيك الصح، يعني هذه ما تصلحش، لان التسارع متغير، هنا كان عندي التسارع نسميوها ا فتحه، وهنا كان عندي ا فتحتين، يعني هنا ما نقدروش نخدموا بها. سي بون جماعه الخير، ممكن مبدأ انحفاض الطاقة ممكن، لا حتى مبدأ انحفاض الطاقة لازم نقسمه إلى جزئين، علاش؟ لأن هنا راح تظهر قوة جديدة اللي هي قوة الاحتكاك. كملوا ولا عييتوا؟ الأحسن نخدمه بالمساحات والفراغ. يعطيك الصحة مباشرة، لما يكون طريقة سهلة تربح الوقت. يعطيك الصحة، لأنه لما يكون عندي بيان روحوا مباشرة نحسبوا المساحة بلا ما تكسروا لسانكم بأمور أخرى. نعم. نكملوا التمارين جماعة الخير؟ نعم. صح. إذا نديروا عبلة. نعم تفضل. شو اسمها؟ مساحة شبه منحرف. مساحة، شوفوا اللي ما يعرفش مساحة شبه منحرف، ما عليه إلا شبه منحرف يقسمه إلى قسمين، يقسمه إلى مثلث ومستطيل. أما إذا كتحوسي على مساحة شبه منحرف، هي القاعدة الكبرى في القاعدة الصغرى، عفوا القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على إطار. ولما حبيتيش تكسري راسك قسمي الشبه منحرف نتاعك الى قسمين. علاش راه تسقسي الزميله تاعكم على الاخر؟
لانه لما يكون عندي سرعه ابتدائيه جماعه مثلا، يجي الرسم، يجي الرسم تاعي مثلا كما هذه هي مثلا، يقول يعطيكم بيان في بدل التي كما راه بالاحمر، وهذه هي مثلا نقولوا مثلا ا المسافه المقطوعه ما بين، عفوا هذه المسار نتاعك ا، واعطاك هذا البيان هذا، كي يقول لك احسب المسافه المقطوعه، يعني يقول لنا نمشيو نحسبوا المساحه، والمساحه نتاعنا هي هذه، يعني نديروا اسقاطات هنايا دائما هي المحصوره ما بين محور الفواصل والتراتيب والرسم تاعي، وهذه هي مساحه، هذا عباره عن شبه منحرف. انتم باش ما تخسروش رسانكم بشبه منحرف، قسموه الى قسمين، هذا هو مستطيل زائد مثلث، والمثلث نتاعي هو القاعده في الارتفاع على 2، واضح؟ اذا بعد قال لي كاين في الزمن هنايا في هذا الحال، في المثال تاعي تاع دوكا لازم نمر عليك هذه الخطوات. لا لا، كي تحبي تستعملي محذوفيه الزمن مباشره ديري القانون، انا وريتها لكم، اون سي جامي يقول لك بين مثلا، ما كي تحبي تخدمي فيه في التمرين خدمي فيه مباشره. تفضلي. استاذي قد يكون شكل واحد اخر، ماشي مثلث ومشي مستطيل. لا، هذا الاشكال اللي كاين. ممكن يكون عندك مثلثين مثلا، تكون هذا يكون هابط هكا المحور، انتم تحسبوا هذا، تحسبوا هذه المساحه وهذه المساحه، ودائما اجمع المساحه هنا، ما تبقاوش تديو بالناقص، يعني ديوها بالقيمه المطلقه، تخرج لك ناقص مثلا 32 ديو 32، لان يعني المساحه مقدار موجب، لان بعد البيانات دي فوا السرعه هذه هبطها تحت محور الفواصل، نبقاو نخدموا بالقيمه المطلقه، لان المساحه عباره عن شيء يعني مقدار موجب. هذه هما الحالات الممكن، اما مثلث اما مستطيل اما شبه منحرف اما مثلث، ممكن يخرج لكم بالناقص، انتم ديروا القيمه المطلقه. اذا نكمل. 2 قال لك اكتب نص القانون الثاني لنيوتن. القانون الثاني لنيوتن يا جماعه واش يقول؟ يقول لي شوفوا انتم باش يجيكم سهل الحفظ، خي انتم حافظين بان مجموع القوى الخارجيه يساوي اما، هذا هو مبدا القانون الثاني نيوتن. اذا انتم كتجيو تعرفوه، اول شيء بديو فيها قولوا في مرجع غاليلي، صاي في مرجع غاليلي مجموع القوى الخارجيه المؤثره على الجسم تتناسب مع سرعة مع كتلته ضرب شعاع تسارعي. أعيد، قلنا في مرجع غاليلي مجموع القوى الخارجية المؤثرة على الجسم تتناسب مع جداء كتلته في شعاع تسارعه، ونكتب مجموع القوى الخارجية يساوي أم. أخي فهمتكم، في الفيزياء أجمعة الخير دائما كي يكون عندي يعني كي يعطي منك تعريف، وهذاك التعريف يكون عنده قانون، حطوا القانون، ما تخليوش تعريف فقط كلام، واضح؟ من بعد قال لك جد عبارة شدة قوة الجر اف ثم احسب قيمتها. انا راح نمثل لكم هذا هنايا ودوك تفهموا واحد الشيء راني حاب نوصله لكم، هكذا خي، هذا نقصدوا به الخشن، راح نديروها هو الجسم هنايا، كي يكون هنايا كي يكون في هذا الجزء هنا. اذا ا ب سي، يا اخي تفهمنا هنا القوى المؤثرة، قلنا عندك بي، عندك ا، عندك اف، نفس المبدأ هنا، بي اف، هنا واش راح نزيدو؟ نزيدو فقط قوة الاحتكاك عكس الاتجاه كامل، راح ندير بالأصفر، ندير محور الحركة نتاعي أوكس. إذا هذا اف، اف ار بي اف، هنا عندي ألفا، ألفا بي اف. السؤال نتاعه واش قال لي؟ قال لي جد عبارة شدة، جد عبارة شدة قوة الجر اف ثم احسبها. الآن
حتى نحسب الاف يعني لازم نطبقوا قانون ثاني نيوتن. جا هو قال لك اكتب نص يعني بمعنى راح نطبقوه، ولكن السؤال يطرح نفسه اسكو نطبقوه في الجزء ابي باش نحسبوا اف ولا نطبقوه في الجزء بي سي. جزء بيسك. والسبب والله ثم بدأت الاحتكاك، بدأ لا لا الاحتكاك. اف اف قوة الجر مش قوة الاحتكاك، اف كبيرة. ها السؤال قال لك جد عبارة قوة الجر اف نحسبوها في في الجزء ابي خاطر ما عندناش الشدة تاع قوة باسكو الاف ما عندناش قوة تاع اذا نكتبوه في الجزء ار. ابي اول شيء نبداو بالمرجع سطحي ارضي ارضي نعتبره جاليري. الان لازم نحدد الجمله نتاعي يا اخي واش سماها لي صندوق حمزه يعني نقول صندوق صندوق. من بعد واش نزيدو نديرو القوى المؤثره المؤثره نكتبوه واش عندي بي اف اخ و اف لازم نمثلوهم احنا بما انه رانا ممثلينهم هنا مانيش حنعاود نمثلوهم، ولكن انتوما كون ما تكونش مثلهم لازم تمثلوهم. ونزيد نقول لان هذه منهجيه الاجابه في الفيزياء في الميكانيك باش ما نضيعش النقاط نتاعك بتطبيق قانون ثاني لنيوتن. يا اخي واش قلنا؟ قلنا ان مجموع القوى خارجيه تساوي كتله في تسارع. هيا نكتبوا الان القوى على شكل اشعه، اذا تعطيك بي مجموع القوى الخارجية زائد اف زائد اف يساوي ام بي. البي والار يروحوا بالصفر قبل بالاسقاط على محور اكس اكس محرك اللي هو او اكس. شوفوا جماعة الخير بما ان اي شيء عمودية على شيء اخر ونديروا لها الاسقاط عليها تعطينا نقطة. مثلا هذا بي كي ديروا لها الاسقاط هنايا راح تعطيكم نقطة، والنقطة نقول صفر. طيب دائما كي يكون عندي شعاع عمودي الاسقاطات نتاعهم صفر. اذا بالاسقاط على محور الحركه البي هذا يروح لي بالصفر والار يروح لي بالصفر. اف الاف يا اخي تفهمنا كي رانا نديروا لها اسقاط على محور اكس نسميوها اف اكس. اف اكس كوسينوس الفا نسميوها فقط اف اكس حتى من بعد ويا اخي هذا ا وش هو يا اخي؟ هو التسارع ما بين ابي ابي. يا اخي شرحنا في بداية الحصة اف اكس كي نديرو لها الاسقاط هنايا يا اخي هذا هذه هي اف اكس كشعاع. الان كطول كيفاه نجبدوها يا اخي؟ قلنا بما ان الفا واف اكس بالنسبة لها مجاور اذا نكتبو اف والمجاور هو الكوس يساوي ام يساوي ام يا اخي. هو طلب مني قوة الجر اذا اف تساوي ام في ابي كوس الفا. دائما يا جماعه في الميكانيك نخدموا بالكيلوغرام، اذا عندي 10 كيلوغرام الابي تاعي شكون اللي راه عاقل؟ 0.5 0.5 وكوس 30 شحال تعطيني؟ ونجي نشوف حسبوا لي هذه شحال تعطيكم هذه القيمه؟ 5.7 نيوت 5.7 نيوت 77 77 واش؟ نيوتن نيوت. بون جماعه الخير في الفيزياء نيوتن في الفيزياء كي ما نديرش الوحده يعني راني ما درت والو. هذا رانا طبقنا القانون الثاني لحساب نيوتن. المشكل كون طبقناه في بي سي راه يبقى عندي قوه الاحتكاك مجهول يعني ما نقدروش نحسبه صح. سؤال راح نعطيكم سؤال اخر يقول لك مثلا احسب رد الفعل ار كيف ندير؟ نديرو الاسقاط على محور اكس اكس فتح. انتوما كيستقصيو روحكم هذاك ار يساوي صفر؟ لا لا الاسقاط على المحور او اكس يساوي صفر يعني ار اكس يساوي صفر صح. ار ايكغاك كاين لان شوفوا يا جماعه الخير اي شعاع في معلم في معلم يكون عندي متعامل ومتجانس اي شعاع مثلا ار هو ار اكس زائد ار ايكغاك هكذا. الان كي درنا الاسقاطات نتاع ار على المحور او اكس يا اخي قلنا زيرو اذا في الاخير راح يولي واش؟ يولي انه ار شعاع ار يساوي ار ايكغاك. اذا باش نلقى ار ايكغاك لازم نبدل الاسقاطات نتاعي نقول نسقط على المحور او ايكغاك. اذا راح نديرو بالاسقاط على المحور
او اي سقط كذا، ونقع. هذه كي ندير لها اسقاط على المحور او كذا. طيب لاحظوا معاك، راح نرسم ناقص لكم، بي. شوفوا راح نرسم لكم محور او ايكراك هذا، او ايكراك راح نديره موجه الى اعلى. لاحظوا باللي بي ينطبق على او ايكراك ولكن عكس الاتجاه، اذا كي عكس راح نديره ناقص بي. ناقص بي. هكذا الار يا اخي قلنا هو ار ايكراك، لي نفسه هو ار، اذا بلا ما ندير ايكراك مباشره ار، لان ار ايكراك هو نفسه ار. طيب يا زائد جماعه اف اف واش يساوي نكتب؟ إيكغراي. ايوه لازم نكتب اف ايكراك، واش يساوي؟ ام في ا ام ام ا في ا. استاذ لا كنا ناقص بي. لا لا صح، هذوك المسلمين عكس اتجاه نرجع الحركة. تبعوا معي، دوك نرجعوا لناقص بي. هنايا اسكو الحركه راح تتم على محور او ايكراك ولا تتم على محور او اكس؟ او اكس تساوي صفر. ايوه اذا ما عنديش حركه في المحور او ايكراك، اذا مباشره الاي يساوي الصفر، بما انه ما عنديش حركه اذا هنا مباشره دي تساوي الصفر. علاش درنا ناقص بي؟ لان الاتجاه نتاع محور فواصل التراتيب عفوا الشعاع بي ومحور التراتيب، لاحظوا ما عندهم عكس اتجاه زي معاكس، كي يكون عندهم اتجاه معاكس نديروا ناقص. لاحظوا مثلا الار بما انه في نفس الاتجاه مع او ايكراك درنا ار، واضح اللي سقساتني؟ ايه واضح. اذا احنا نحتاج ار نديو كامل الطرف الاخر راح تولي لنا بي ناقص اف ايكراك، واف ايكراك ما هو الا اف في واش، بما ان الاخر كوس هذا لازم يكون سينوس. وعلاش درنا هنا زائد اف ايكراك؟ لان كون نديرو الاسقاطات نتاع اف ايكراك هنايا حتى هو راه في نفس اتجاه او ايكراك، عليها خليها بالموجب. حتى تسرع عندنا يصير الصفر. اسكو الحركة راح تروح هكذا ولا تروح لفوق؟ فوق على الاكس، هنا على الاي ما كانش اي راح تمشي هكذا، يعني في الايكراك ما عنديش حتى حركة، كون جات عندي حركة في الايكراك والاكس نوليو ندخلوا للقذيفة. هنا ما عنديش، إذا هنا مباشرة جمع تي هو ام جي، واف هذا رانا حاسبينها من قبل، وتعويضات. هذا كاستطراد جانبي ممكن بعد التمارين يقول لك احسب رد الفعل. عبارة شدة قوة الاحتكاك اف راح نطبقوها في الجزء الثاني، نفس المبدأ هذا راح نبقى نكتب به هنايا باش ما نزيدوش نضيع الوقت. لازم نزيدو هنايا اف، نزيدو هنايا اف هكذا، بما انها الاف كي نديرو الاسقاطات لاحظوا ان اف في اتجاه معاكس تا او اكس، اذا لازم تخرج ناقص اف، ناقص اف هكذا. اذا هذه نديوها للطرف الاخر تولي مباشرة ان اف واش يساوي لي؟ يساوي ام اف أبي. الفا ناقص ام في التسارع. التسارع هنايا واش لازم يكون؟ صفر. معليش معليش عاودوا دخلوا نعاودوا البث ماشي مشكل، باقي دقيقة ماشي مشكل، نزيدوا 5 دقائق معليش باش مش كامل تفهموا. نفس المبدأ استعملوا نفس الرابط للدور.